ننتقل مباشرة لسعيد. صباح الخير سعيد، وصباح الخير لضيوفك أيضا، الكلمة معك تفضل. صباح الخير جمانة، وتحية طروحية نبعث لكم من ولاية صحار بهذه التغطية الخاصة بملامح العمل الإعلامي بمحافظة شمال الباطنة، واللي انتم تفضلوا سينطلق في دوام الساعة 9 صباحا، أي بعد أقل من نص ساعة من الآن، في فندق كراون بلازا تحت رعاية سعادة محمد الاستثمار الكندي محافظة شمال الباطنة. جوانا، هذا اللقاء راح يستهدف من خلال المختصين بالشأن الإعلامي وصناع المحتوى والمعنيين بالاتصال والتواصل بالمحافظة، والذي بلا أدنى شك هي مبادرة طيبة من قبل مكتب المحافظ للاستماع الأفكار والمقترحات من خلال تواجد نخبة من الإعلاميين. الحديث أكثر جمانا عن هذا اللقاء وما يمكن أن يخرج به من أفكار ومقترحات تصب في مصلحة تطوير العمل الإعلامي بالمحافظة، يسعدني أن نرحب أولا بالفاضل سعيد الجابري نائب رئيس فريق الصناف الإعلامي. رحب بك سعيد عبر أثير إذاعة الشبيبة، وجهود طيبة حقيقة لفريق الصناف الإعلامي من خلال حضوره الأكثر من رائع في مختلف المحافل والتغطيات المتميزة. خلني أبدأ معك أولا عن الفريق بحكم أيضا تجربتكم الإعلامية، ولكم استراتيجية حقيقة رائعة لشنتوها قبل فترة، نتكلم عن هذه الاستراتيجية، أهدافها، محتواها، والمأمول منها. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشكركم على الاستضافه اذاعه الشبيبه. فيما يتعلق في استراتيجيه شناص الاعلاميه، تم تسجيلها في شهر فبراير الماضي من 2022 برعايه سعاده الشيخ خليفه بن هلال علوي والي شناص. كذلك استراتيجيه طبعا تتمحور على اربع محاور اساسيه، وهي التفاعل المجتمعي والدعم الإعلامي للقطاعات الوطنية، وكذلك تعزيز القدرات والكفاءات الإعلامية، وأخيرا الابتكار الإعلامي. وكل هذه المحاور لها أولويات ولها أهداف ومؤشرات تتضمن الحوكمة وتقييم الأداء الاستراتيجي مجموعة من الأهداف، ونلخصها كذلك في أربع أهداف. الهدف الأول هو تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية الواسعة. كذلك الهدف الثاني يركز على الترويج الإعلامي للقطاعات الوطنية وفقا لرؤية عمان 2040. أما الهدف الثالث يركز على تعزيز القدرات والكفاءات الإعلامية للشباب. والهدف الرابع هو تعزيز ابتكار الإعلامي للدورات والفعاليات الإعلامية. طيب أخو سعيد، كيف شفت الصدى لكم هذه الاستراتيجية بعد ما دشنتوها، وخلنا نقول التجاوب المجتمعي معاكم سواء كان من ناحية الدعم ومساندة؟ بخصوص الدعم والمساندة، نشكر أولا مكتب سعادة والي شناص الداعم الأول والأساسي لفريق شناص الإعلامي وللاستراتيجية، كذلك إلى مجلس الشورى ومجلس البلدي والقطاعات الشركات الموجودة في ولاية شناص ولوا وسحار، كذلك إلى رجال أعمال في الولاية. جميل أخو سعيد، خلنا الآن نتكلم عن اللقاء اللي بيكون بعد دقائق إن شاء الله. ما هي مقترحاتكم وأفكاركم اللي يمكن راح تطرحونها من خلال فريق الشناص الإعلامي من خلال هذا اللقاء مع سعادة المحافظ؟ بالنسبة مع المحافظ، يعني في هنا مقترحات وأفكار كثيرة وعديدة، ولكن يعني يقول المثل كل ما قل دل. يعني احنا نركز على اربع حاجات، هي الدعم والتواصل والتعاون والشركات الاعلاميه بين المؤسسات والفرق الاعلاميه. اثنين، توحيد الجهود الاعلاميه على مستوى المحافظه لدعم القطاعات الوطنيه لرؤيه عمان 2040. كذلك توفير الدعم المالي والمعرفي للفرق الاعلاميه. كذلك نود يعني هذه النقطه احنا نركز عليها اكثر شيء، اللي هي إنشاء مركز تدريبي للإعلاميين يهتم بتدريب الشباب على المهارات الإعلامية المختلفة. كذلك إقامة الملتقيات السنوية للإعلاميين على مستوى المحافظة وعلى مستوى السلطنة لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية. شكرا لك سيد الجابري نائب رئيس فريق شناص الإعلامي. جمانة، في الجانب الآخر حقيقة معي وجه إعلامي آخر شبابي
نساء شق طريقة بشكل لافت. بدايته كانت من خلال فريق الخنجر الإعلام. يسعدني أن أرحب هنا بالأخت ذكريات الحسني من فريق الخنجر الإعلام. أهلا بك ذكريات أيضا في هذا اللقاء عبر إذاعة الشبيبة. خليني أبدأ معك بداية بالتعريف بالفريق الإعلامي، بداياته وأعضاء وأبرز الأعمال اللي شاركت فيها خلال الفترة الماضية. أهلا أستاذي، مرحبا فيك. أول شيء الخنجر الإعلام هي شركة إنتاج فني وإعلامي عمانية مرخصة متخصصة في الإعلام الرقمي. نحرص بشكل كبير على نشر الثقافة والوعي، نهتم بالقيم العمانية الأصيلة. طبعا تركيزنا الأكبر على تغطية الفعاليات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بحكم أن هذا نطاق اهتمامنا الجغرافي في المرحلة الأولى، ومنها إلى مسقط وباقي محافظات السلطنة. أستاذي، إحنا مجموعة من الشباب العماني المتخصص في الإعلام الجديد، نعمل وفق آليات متطورة، نهتم بإنتاج الأعمال الإعلامية والإعلانية وتغطية الفعاليات. قمنا بالعديد من التغطيات في الفترة الأخيرة، أهمها منتدى آفاق الإعمار واللي نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال باطنة كأحد المنصات الإعلامية الراعية للمنتدى. يعني أيضا ذكريات بيكون لكم تواجد بعد قليل مع الإعلاميين من خلال اللقاء اللي راح يضيفه فندق كراون بلازا. كيف تقيم مثل هذه اللقاءات وماذا تتمنين شخصيا منها وماذا تمثل لك؟ احنا كمنصة نحرص على الحضور في مثل هذه اللقاءات، واللي بلا شك لها دور كبير في تعزيز دورنا كمنصة إعلامية، احد اهم اهداف ابراز محافظة شمال الباطنة. واكيد من هذا المكان نتقدم بشكر لمكتب محافظ شمال الباطنة لتنظيم مثل هذا اللقاء، واللي نتمنى ان يكون بداية للقاءات قادمة تسعى لتوحيد الجهود بين مختلف المنصات الإعلامية في المحافظة، التعرف على رؤية المحافظة والأولويات في المرحلة المقبلة وملامح الهوية التي يتم العمل على تنفيذها. أتمنى استمرار مثل هذه اللقاءات وأن يتم تمكين استيطان مختلف المنصات الإعلامية في المحافظة وتوفير مختلف جوانب الدعم حتى نقوم بدورنا. شكرا لك ذكريات. أيضا جمانة، قبل الختام بس أحب أذكر أن فندق كراون بلازا راح يستضيف اللقاء. من المتوقع مشاركة عدد كبير من المختصين في الجانب الإعلامي، وجهود طيبة بذلت خلال الفترة الماضية من قبل الأخوة في مكتب محافظة شمال الباطنة، حيث تم عمل رابط إلكتروني خاص بالمشاركة والذي بدأ يجد تجاوبا كبيرا ورائعا من قبل العديد من الفرق الإعلامية والأشخاص المهتمين بالشأن الإعلامي، فلهم كل الشكر والتقدير. وبإذن الله تعالى تكون نتائج هذا اللقاء مثمرة، ونتائجها بإذن الله تصب في مصلحة الجانب الإعلامي في المحافظة. بإذن تغطيتنا تكون جمانة انتهت، وبإذن الله تعالى لدى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، وإحنا بانتظار سعيد ما سينتج عن هذا اللقاء وبداية الغيث قطرة. أشكرك وأشكر ضيوفك أيضا. شكرا لك سعيد الهندسي، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك جمانة. شكرا معك.